أحسابكم الله وأحسن إليكم. في آخر أسئلتها تقول: أرجو تفسير قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. الكافر ينكر البعث ويعترض على الله جل وعلا بأن هذا مستحيل ولا يمكن. إذا صارت العظام استحالت إلى رميم وإلى تراب، كيف تعاد؟ الله جل وعلا رد عليه بأنه خلقه أولا من عدم، فكيف ينسى خلقه من عدم وابتداء خلقه وينكر إعادة الخلق؟ ولا شك أن القادر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى. هذا معنى قوله وضرب لنا مثلا، أي أنه جاء بهذا المثال ليستدل به على استحالة البعث. الله جل وعلا يقول هذا ليس بمعتبر في حق الله جل وعلا، فإنه قادر على كل شيء، فكما بدأ خلق الإنسان قادر على إعادته من باب أولى وأحرى. نعم.